طبعا كلنا بنشوف الاهالي زمان كانت تقول لك ابني يتعلم بس يتضرب عشان يتعلم كويس، والمدرسين والكلام ده كله. انا واحد من الناس، والدي كان بيقول للمدرس كسره وانا جبسه، بس المهم انه يتعلم كويس. بس دي طبعا فكره غلط، لان انا اساسا كرهت التعليم وكرهت المدرس اللي انا كنت بروح له. نفس الفكره مع الكلب، انت لما بتضرب الكلب انت هنا ما علمتوش فين الصح وفين الغلط، انت علمته انه يخاف منك، علمته انه لما يعمل فعل يطلع يجري على طول منك. انت عشان تعاقب كلبك مش بالضرب، انت عشان تعاقب كلبك انك تتكلم معاه بتون انت حسسته ان انت متضايق من الفعل اللي هو عمله، تبص له بنظرة عينك كده انت بتأنبه على اللي هو عمله، لكن ما تضربوش. انت لو ضربته هنا هياند، هتزود عنده مشاكل كتير جدا 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 انت في غنى عنها، فبلاش تضرب كلبك.